السلام عليكم خوتي اخواتاتي، نوريكم اليوم الفرق ما بين الذكر والنتوى. الذكر كيكون الراس ديالو خارج مع الجناب ديال الكسده، والنتوى كيكون اللحم الراس ديالها داخل في الكسده ديالها، يعني الراس ديالها صغير. بالنسبه للاخوان اللحم، راه اللحم ديال النتوى كيكون هاري ورطب، والذكر كيكون اللحم ديالو مجموعه. انتما كيف ما كتشوفوا اللحم ديالها هاري، داخله فيه الشحمه بزاف، دايره بحال شي نفخه الى منفوخه. اللحم تاع الذكر كيكون مجموع، كتكونش فيه الشحمه. بالنسبه للثمن الاخوان ديال النتوى، كيبدا من 10 درهم حتى 20 درهم، والذكر الثمن ديالو كيبدا من 45 درهم حتى 60 درهم 70 درهم الى غلا. بالنسبه للاخوان، انا كنوصيكم تشريو دائما الذكر وتقلبوه باين، غير تمسوه غتعرفوه. يلا على بركه الله، نشوفوا طريقه التنقيه. السلام عليكم انتم الاخوان، كيف ما كتشوفوا هذا الذكر، ها الراس ديالو راه كيبان. وبالنسبه للحم ديالو الاخوان، راه كيبان مجموع، انتم كتشوفوا فيديا واحد الحاجه الاخوان. غادي نبداو على بركه الله طريقه ديال التنظيف ديالو اولا التنقيه ديالو. كنمشيو للديل ديالو، الاخر ديال الديل ديالو، كنضربوا الجوانب ديال الشوك اللي في الدار، لان ملي كنحيدوه كيتجبد حتى داك اللي كاين معاه في الداخل. وبهذه الطريقه الاخوان كتجينا سهله حتى في الماكله، ما كيكونش فيه الشوك بزاف. بالنسبه للاخوان السنور اولا الفرخ، يعني هذه الاسماء اللي نقول لكم هي اللي متداوله، يعني السنور اولا الفرخ او لا صغار او لا الكونغر، هادو كل اسماء ديال هاد الحوته اللي عندنا اللي غادي نصاوبو ان شاء الله. وبزاف ديال الاسماء، كل واحد على حسب المنطقه، ولكن هذه هي الكثيره شائعه اللي متداوله بزاف. انتم الاخوه ملي كنجبد الشوك ديال الدار كيتجبد معاه حتى داك اللي لداخل، وهذه احسن طريقه باش نقصوا الشوك اللي فيه، خاصه كيكون فيه هو في الديل بزاف. بالنسبه للبلاصه اللي ما كيكونش فيها الشوك كيكون فيها قليل بزاف، يعني تقدروا تلقاو شويه ولا يقدر ما تلقاوش الا كبر، حيت هو باش ما الاخوان باش ما وصل 10 كيلو 12 كيلو، هذاك هو اللي كيكون مزيان، ما كيكونش فيه الشوك كاع في الراس ديالو. وبلاصه اللي ما كيكونش فيها الشوك هي العنقره ديالو، اولا من الراس تقريبا بواحد الشبر بحال هكا، هذيك البلاصه كتكون ما فيهاش كاع الشوك. والكبده ديالو الاخوان، راه كاين اللي كيديرها كيصوطيها في المقلاة، راه كتجي مزيانة، حتى هي فيها فوائد. واللحم ديالو راه لحم أبيض، وتقدروا تعطيوه للدراري الصغار، غير هو كنصحكم تكونوا على بال، ومن الأفضل تكونوا على بال بزاف، لأن بعض البلايص كيكون فيهم الشوك، وتقدروا تعطيوهم للدراري لا قدر الله وقع شي مشكل. من الأحسن السنور تاكلوه غير نتوما، يعني الإنسان اللي هو كبير، اللي الدراري الصغار واعر عليهم شوية. بالنسبه للاخوان هذه هي الطريقه التنقيه ديالو. الراس كنمشيو ليه مع الجوانب، كنحيدو ليه يعني البغونشي ديالو ولا الخياشيم ديالو. الراس طاو كنقادوه بطريقه يعني شويه احترافيه، نحيدو ليه الجوانب اللي ما فيهم والو، يعني ما فيهم والو ما يتكال. انتم الاخوان هذه هي الطريقه، بقاو معايا ان شاء الله غادي تشوفوا طريقه رائعه. وحتى الديل تاعو راه ما كنضيعوش الاخوان، ما كنلوحوش الاخوان، لانه كتجي فيه واحد الطريقه رائعه، الى قطعتو رقيق بحال دي غونديل رقاق، وكيدار يعني في المقلاة اولا فريتور على حساب الى بغيتوه فريتور، الى ما بغيتوش فريتور. واحد الطريقه الاخوان نوريها لكم، هي انه الكونغر كتشدو الديل ديالو وكترقدوه في الحامض والخل، وكتخليوه مع العطريبات واحد تقريبا نهار اولا نهار ونص على حساب نتوما امتى غادي طيبوه ولا تستعملوه. وديك الساعة ترى لي زغيط ديالو اولا الشوك ديالو كيرطبهم الخل، وكادي تاكلوه ديك الساعة ما غاديش يضيع فيه والو. وتحياتي لكم الاخوان، ان شاء الله بقاو معايا حتى نكمل الفيديو بطريقة رائعة واحترافية. وتحياتي لكم الاخوان.